رئيس الجمهورية يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين في تحطم مروحية بإيران. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يتسلم رسالة من نظيره البرازيلي تتضمن دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. أينما كنتم مشاهدينا الكرام حياكم الله، أهلا بكم إلى تفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة. ترافقني في جزئها الأول بلغة الإشارة الزميلة أسماء بنت عثمان. وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني اليوم برقية تعزية إلى فخامة السيد محمد مخبر رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهان ومسؤولين آخرين. وفيما يلي نص البرقية: صاحب الفخامة واخي العزيز، تلقيت بعميق حزن وبالغ أسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهان ومسؤولين آخرين إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم في طريق عودتهم إلى طهران. وبهذه المفاجعة الأليمة أتقدموا باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين لفخامتكم وللحكومة وللشعب الإيراني الشقيق وأسر الضحايا بخالص التعازي والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المفقودين برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته. وإنني أؤكد لكم تعاطف ووقوف الحكومة والشعب الموريتانيين معكم في هذه المحنة المؤلمة. لا أتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ بلدكم الشقيق من كل مكروه وشر وأن يديم عليه نعمتي الأمن والأمان. وتقبلوا صاحب الفخامة وأخي العزيز أسماء آيات التقدير، أخوكم محمد ولي الشيخ الغزواني. تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني رئيس الاتحاد الافريقي سوال اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط رسالة خطية من فخامة السيد لويس أنسيو لودا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. جاء ذلك خلال استقبال خاص به فخامة رئيس الجمهورية المبعوث الخاص لرئيس البرازيلي فيليب هيس. حضر اللقاء الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار لدي والمستشار برئاسة الجمهورية السيد أحمد ولبو. وبعيد اللقاء أدلى مبعوث الرئيس البرازيلي بتصريح عبر فيه عن سعادته بزيارة موريتانيا وبلقاء صاحب الفخامة مضيفا أن البرازيل تتشرف بمشاركته في قمة مجموعة العشرين بصفة رئيسا للاتحاد الإفريقي الذي يشارك للمرة الأولى في القمة كعضو في المجموعة، كما أنها المرة الأولى التي تشارك فيها موريتانيا في اجتماعات المجموعة. وأوضح المسؤول البرازيلي أن قمة العشرين التي ستنعقد في نوفمبر القادم في ريو دي جينيرو تشكل فرصة للنهوض بمصالح البلدان النامية على الساحة الدولية، كما أنها فرصة فريدة للقاء الرئيسين البرازيلي والموريتاني من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك سبيلا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن هذه القمة ستحظى باهتمام إعلامي كبير. وقال إن رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين ستركز أساسا على ثلاث أولويات هي الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، معتبرا أنها أولويات لجميع البلدان النامية، مشددا على أهمية أن تظل هناك صلة مع موريتانيا والاتحاد الإفريقي للعمل سويا من أجل التغلب على هذه التحديات التي تنضاف إليها قضايا التنمية المستدامة وعدم اختزالها في الجانب المناخي، والتركيز أيضا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مع مراجعة نظام الحوكمة العالمي. وبين أن هذه الرسالة التي طلب منه الرئيس البرازيلي نقلها إلى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ولي الشيخ الغزواني.
في موضوع آخر، اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني، وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة، مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز العالي للتعليم الفني، مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 025-2023 الصادر بتاريخ 21 أغسطس المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يهدف مشروع المرسوم إلى الاستجابة لضرورات التوفيق بين متطلبات حماية حقوق كل من المستهلك والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع المبادرات الواعدة بالتقدم في إطار اقتصادي حر قائم على المنافسة النزيهة، مع وضع الآليات المؤسسية والتدابير القمعية لتنفيذ الإصلاحات المتوخاة. ويحصر مشروع المرسوم قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار في المنتجات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع، وفضلا عن ذلك يعطي تعريفا دقيقا لمتطلبات جودة المنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني وشروط الرقابة الصارمة على هذه الجودة. مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المركب الأولمبي، مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمونيتاريين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية والمركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة 2024-2027. هدف مشروع الاستراتيجية إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه وتحسين ظروف العمل في الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية. كما يسعى هذا المشروع إلى إنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. ويقدم هذا البيان عرضا لمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة، ويوضح أهدافها والسياق الذي نشأت فيه ومحاورها الاستراتيجية، بالإضافة إلى الآلية المقترح تنفيذها. ويعتمد هذا المشروع على تشخيص مفصل للسياق وتحليل للتحديات والفرص، كما يؤكد بشكل خاص على أهمية السياسات العمومية وزيادة فعالية العمل الحكومي مما يؤدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 42 مشروعا موزعة على 4 محاور استراتيجية، حيث يتم تحديد كل مشروع بشكل مفصل بما في ذلك الهدف منه ومدته ومكوناته المختلفة ومعايير تقييمه والوزارة المسؤولة عن الإشراف عليه والمساهمين فيه. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ديوان الوزير المستشار المكلف بالاتصال القلاوية خطري، المدير المساعد لقناة الأسرة سابقا، المفتشية الداخلية المفتشة المكلفة بالنوع زينب الطالب أحمد المستشار المكلف بالاتصال سابقا، الإدارة المركزية مديرية الشؤون الإدارية والمالية المدير المساعد جيد محمد لمين المدير المساعد للمعلوماتية سابقا، المؤسسات العمومية قناة الأسرة المدير المساعد مون جانغ المستشار المكلف بالنوع سابقا، وزارة البيئة ديوان الوزير مكلفة بمهمة توتو منت باركا مستشارة في نفس الوزارة سابقا، المفتشية الداخلية المفتشون أمينتو منت بالله أعلي الشيخ محمد علي سويدنا، الإدارة المركزية مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات المدير المساعد سعد نول عبد الوهاب مفتش في نفس الوزارة سابقا.
هذا وعلق كل من وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة، وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. ملخص لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي للحكومة يستعرضه التقرير التالي. صادقت الحكومة في اجتماعها على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية. البيان المتعلق باستراتيجية عصرنة الإدارة 2024-2027 استعرضه وعلق عليه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة. تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، باشر فريق وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة العمل منذ 9 أشهر لإعداد وثيقة مرجعية لعصرنة الإدارة متسقة مع الوثائق الاستراتيجية الكلية. يهدف مشروع الاستراتيجية إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه وتحسين ظروف العمل في الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية. كما يسعى هذا المشروع إلى إنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 42 مشروع موزعة على 4 محاور استراتيجية. مشروع المرسوم المتضمن تطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة استعرضه وعلق عليه وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة. هذا مشروع المرسوم يأتي تطبيق كيف أسلفت بعض مواد مدونة التجارة اللي ظهرت في قانون حرية المنافسة اللي اصدر في أغشت الماضي، وفي ذاك المرسوم نجمعوا فيه النصوص التطبيقية المحتملة كاملة للقانون، وحدد بعض المضامين الأساسية منها قائمة المنتجات والخدمات اللي خاصة اللي يلا يتم يحدد سعرها من طرف السلطات العمومية، وقائمة المواد والبضائع اللي تخضع النظام التصريح بالمخزون اللي فارا لحد جابها ولا انتجها يصرح بالمخزون اللي عنده، يقعد ينبئ بفترة تموين السوق منها ويقعد تحاشم اللي انقراضها في السوق، وشروط رقابة الجودة كذلك واحترام المعايير الخاصة بالمنتجات الغذائية، أسودي منها اللي معدل الاستهلاك البشري ويسودي المعدل الاستهلاك الحيواني. وتضمنت ردود وزير النفط والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة رده على سؤال حول الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس جمهورية إيران. لقد علمنا كيفتكم كامل ببالغ الأسف في الحادثة المروحية الإيرانية التي كانت تقل الرئيس الإيراني رئيسي وبعض معاونيه من وزير الخارجية، ونحن نأسف ونتهز هذه الفرصة نقدم العزاء للحكومة والشعب الإيراني في فقدان هذا رموز الوطن اللي عندهم. كما ننتهز فرصة لنعزي أسرهم ونرجو من الله العلي القدير الرحمة والغفران لهم. وحول سؤال بشأن تعيين بعض الوزراء في إدارة حملة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته رد الناطق باسم الحكومة: ما ظهر للهمات نص يحرم على الوزراء يعودوا يعدوا الحملة نذكر أنها مدة 15 يوم، وكافة الإجراءات سيتم اتخاذها من أجل تواجدهم في الحملة ما يعود عنده أي انعكاس على سير العمل الحكومي ولا استمرارية الخدمات العمومية بصفة عامة. وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة صباح اليوم اتفاقية تمويل بين بلادنا، اتفاقيتي تمويل بين بلادنا وكل من مندوبية الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي. تهدف هاتان الاتفاقيتان إلى دعم الأمن الغذائي ونظام شبكة الأمان الاجتماعي في بلادنا. بموجب هذه الاتفاقية يقدم الاتحاد الأوروبي لبلادنا تمويلا يخصص لإقامة نظم غذائية مستديمة وشاملة. وقد أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام المحمد صالح بهذه المناسبة أن هذا الدعم يشكل خطوة هامة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. سعدني أن أوقع اليوم معكم سعادة السفير على اتفاقية يقدم بموجبها الاتحاد الأوروبي لبلادنا مبلغ
13.7 مليون يورو أي ما يناهز 577 مليون أوقية جديدة. إن هذا المبلغ تم تعبئته ضمن مبادرة الفريق الأوروبي للانتقال نحو اقتصاد أخضر، وسيخصص لدعم إقامة نظم قضائية مستديمة وشاملة في البلاد. سيساعد هذا التمويل في دعم الولوج الساكنة المستهدفة لغذاء صحي متنوع عبر ترقية زراعة تنافسية شاملة تستجيب للتغيرات المناخية. من جانبه أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا ويليام جونز أن هذا المبلغ سيكون أداة لتحول عميق في النظام الغذائي الموريتاني من خلال مواجهة العديد من التحديات التي تطرح بشكل متكرر، مثل انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن تشجيع الزراعة المنتجة والمتكيفة مع تغير المناخ. كما وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة مع كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا على اتفاقية تمويل مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية، وذلك في إطار التمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي. سعودني أن أوقع معا على هذه الاتفاقية التي تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية لبلادنا تمويلا إجماليا بمبلغ 19 مليون و700 ألف من وحدات السحب الخاص، أي ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي ومليار و25 مليون أوقية جديدة. وهذا المبلغ يشكل تمويل إضافي للمرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وتوجه هنا بجزيل الشكر للبنك الدولي الذي هو أول ممول للتنمية بالنسبة لبلادنا، حيث تضاعفت تمويلات الرابطة والبنك الدولي منذ سنة 2020 لتناهز اليوم مليار دولار أمريكي. بدورها أعربت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية وتحدثت عن أهميتها. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحفل من أجل التوقيع على التمويل الإضافي البالغ 36 مليون دولار، أي ما يقارب 1.5 مليار أوقية جديدة لمشروع دعم أنظمة شبكات الأمان الاجتماعي أذنين في موريتانيا. ومنذ انطلاقة أول مشروع للحماية الاجتماعية في عام 2015 حققت موريتانيا تقدما ملحوظا، مثل إنشاء السجل الاجتماعي وامتداد برنامج التكافل وإنشاء نظام استجابة للصدمات، مما غير مشهد الحماية الاجتماعية في البلاد. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة. وتتابعون في مسائيتنا لهذه الليلة ملفا يستعرض جوانب من الإنجازات التي تحققت في مجال الزراعة خلال السنوات الأخيرة. شاهدنا إلى هنا أودع زميلتي أسماء متعثمان التي رافقتني في الجزء الأول من هذه المسائية مشكورة بلغات الإشارة. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بنواكشوط ورشة تحسيسية حول حقوق الإنسان خلال الفترة الانتخابية، تهدف الورشة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الحملة الانتخابية حسب القوانين والمعايير الدولية. التكوين حول حقوق الإنسان أثناء الفترة الانتخابية عنوان ورشة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصالح أعضاء وموظفي اللجنة ونقاط الارتكاز. تهدف الورشة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الحملة الانتخابية حسب القوانين والمعايير الدولية. يهدف التزام وانخراط الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الانتخابية إلى حماية وترقية حقوق الإنسان بالاستناد إلى القوانين والمعايير الدولية من خلال بروتوكولات التعاون مع الهيئة المكلفة بتسيير الانتخابات، ودليل مراقبين وشبكة الرقابة ومدونة قواعد السلوك الحسنة للمترشحين، فضلا عن اتصالات مؤسسية
مراقبة ومكيفة مع ظروف، تنقل توصيات ومقترحات الهيئة بصفة تعزز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في إطار المسلسلات الانتخابية. في هذا الإطار تدخل هذا المشروع من أجل بيئة صالحة لحماية حقوق الإنسان في الفترة الانتخابية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع ينتظر منه عقد عدة دورات تكوينية لصالح مراكز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والذي سيبدأ بالتكوين المهم لكافة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفريقها. السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا السيد غويليم جونز نوه بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما في ظل الانتخابات التي ستشهدها بلادنا، مؤكدا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية لسنة 2024. مشاهدينا الكرام، وصلنا للتو هذا الخبر، حيث نشر المجلس الدستوري اليوم اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي سيجري شوطها الأول في 29 يونيو 2024. وأوضح المجلس الدستوري في بيان أصدره اليوم أن اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسة الجمهورية أعدت ورتبت حسب تسلسل الأرود على الأمانة العامة للمجلس الدستوري، وذلك على النحو التالي: محمد ولي الشيخ الغزواني، محمد رمين المرتجي الوافي، حمادي سيد المختار، محمد عبدي، أوتوما أنتوان، سليمان سومري، مامادو بوبكر با، العيد محمد مبارك، برام الداه عبيد. في موضوع آخر، شارك المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم عبر تقنية الفيديو في أعمال الدورة 79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد شهد اللقاء المنعقد برئاسة دولة غامبيا مشاركة عدد من الدول الإفريقية والهيئات الدولية. شكلت مشاركة بلادنا في أعمال الدورة العادية 79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي فرصة لعرض التطور الحاصل في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في بلادنا. لقد سعت بلادي إلى إحداث تطور نوعي فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان، كان محل إشادة وتقدير كبيرين من طرف الشركاء والفاعلين محليا وإقليميا ودوليا، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الفعالة مكنت من تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي وخلق وعي وطني لتسريع بالولوج للحقوق واستنباط الواجبات المترتبة عليها من جهة، كما مكن من الوفاء بالتزاماتنا اتجاه الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة من جهة أخرى. وخصصت هذه الدورة لعرض وتدارس التقارير المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في الدول الإفريقية، وخاصة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر. أشرف الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والسياحة اليوم في مدينة زويرات على افتتاح منشأة فندقية بالمدينة، وسيسهم تدشين هذا الفندق في تعزيز البنية التحتية السياحية في ولاية تير الزمور. دعامة تنموية جديدة تبصر النور في ولاية تيرس الزمور بعد افتتاح الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمد الحاج نقي رفقة والي الولاية محمد المختار العبدي لفندق الزويرات، الذي يعد منشأة فندقية متكاملة تم إنشاؤها على معايير دولية. الأمين العام خلال كلمة له أوضح أن افتتاح فندق الزويرات ما كان ليكون لولا الاستقرار الذي تشهده البلاد اقتصاديا وأمنيا، الأمر الذي مكن من ترقية الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المحلية، وهذا ما يعكس رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في تطوير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات التنموية، شاكرا إدارة الفندق الوليد على هذا الإنجاز السياحي المهم. المنشأة السياحية الجديدة جهزت بأحدث وسائل الراحة وعشرات الغرف لتكون قادرة على تلبية متطلبات زوار المدينة في كافة المواسم من خلال خدمة فندقية تعتمد على خصوصية الولاية. إن فندق الزوارات الذي تشرفون اليوم على تدشينه
يأتي استجابة لدعوة صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ القزواني رئيس الجمهورية الذي دعا الفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثمار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يضم هذا الفندق 40 غرفة وخمسة أجنحة، وهو مصمم وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار بيئة المنطقة وتوفر أفضل سبل الراحة للنزلاء. لقد كلف إنشاء هذه المنشأة أكثر من 400 مليون قديمة، وهي توفر أكثر من 40 فرصة عمل مباشر و20 فرصة عمل غير مباشر. تعمل الحكومة ضمن استراتيجية وطنية تشجع المستثمرين المحليين الراغبين في الإسهام في النهوض بالتنمية المحلية، وذلك عبر منحهم كافة التسهيلات الضرورية وتقديم الدعم اللازم لهم. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة زوارات. أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حملة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية للعام 2024-2026، تهدف الحملة إلى القضاء على سوء التغذية ودعم استراتيجيات الدولة في المجال وتوحيد جهود القطاعات المعنية. بين هذه اللوحات والشعارات المرفوعة ووفق مضامينها الإنسانية، ينطلق حفل الافتتاح للحملة الهادفة إلى مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية 2024-2026، الذي تشرف عليه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع برنامج الرؤية العالمية، سعيا إلى دمج الأطفال في السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي على جميع المستويات وزيادة التكفل بهم. تمت ترقية البرنامج الوطني لمحاربة سوء التغذية ليتمكن من مهامه المتعلقة بالكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل والتكفل بضحاياه، خصوصا في وسط التعليم ما قبل المدرسي، وذلك في إطار تحسين الإطار العام لبرنامج التعليم ما قبل المدرسي الذي أطلقه قطاعنا السنة الماضية. في هذا السياق تتنزل هذه الحملة التي نشرف اليوم على انطلاقها، والتي تنفذ بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية بهدف محاربة الجوع وسوء التغذية خلال الفترة من 2024-2026، من أجل تحقيق هدفين رئيسيين هما دمج الأطفال في السياسة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية على جميع المستويات، ثانيا زيادة التكفل بالأطفال عن طريق توفير الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود وتوفير الخدمات الأساسية. الحملة تأتي ضمن الحملة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى تعبئة المواطنين والحكومات لخلق استراتيجيات تضمن استفادة كل طفل من نظام غذائي متكامل. كما تعلمون إن الجوع وسوء التغذية يشككان في حقوق الطفل في الحياة، ولهذا السبب على مدى السنوات الثلاث المقبلة قررت وورلد فيزيون في جميع أنحاء العالم أن يتحدوا ويكثفوا جهودهم في حملة عالمية هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تعبئة المواطنين والحكومة لخلق عالم حيث يستفيد كل طفل من نظام غذائي مغذي بما فيه الكفاية من خلال استثمارات كبيرة في التغذية والأمن الغذائي. لقد وضعت موريتانيا الأسس اللازمة لمكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ومع ذلك فمن المناسب هنا أن نحيي الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة في مكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي من خلال استراتيجية تنمية القطاع الريفي الذي يشكل حاليا وثيقة رئيسية في التوجه السياسي لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. حفل الانطلاق تضمن عرض فيلم وثائقي حول تدخلات المنظمات العاملة في المجال بالتعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة، ليتجول بعدها الوفد في معرض منظم للمنتجات الغذائية المحلية والعالمية الداعمة لبرنامج تغذية الأطفال في بلادنا.
احتضن قصر المؤتمرات مساء أمس فعاليات اختتام النسخة الثامنة من جائزة شيخ القراء سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي لحفظ وتجويد القرآن الكريم. وقت وجهت هذه الفعاليات التي تتزامن مع الذكرى المئوية الثالثة لوفاة الشيخ القراء بتقديم جوائز معتبرة للفائزين الأوائل في المسابقة تشجيعا لحفظة كتاب الله ومدارسته. وبهذه المناسبة أكد مدير المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيدي محمد الصالح أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انسجاما مع توجه السلطات العليا في البلد الرامي إلى العناية بالمحاضر وطلابها. بدوره أبرز رئيس جمعية ربط جسور الخير محمد ولدو أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة هو ربط حاضر البلاد بماضيها المشرق من خلال العلماء الذين ضحوا من أجل رفع مكانة البلاد. نظم مركز الهدف لخدمات الإعلام الاتصال مساء أمس في نواكشوط ندوة ثقافية تحت عنوان الملامح المشتركة بين الشعر الحسني والشعر الفصيح. وفي كلمة له خلال الندوة أبرز المكلف بمهمة في وزارة الثقافة والشباب ورياض العلاقات مع البرلمان محمد الصوينع جوانب من اهتمام الدولة بالشأن الثقافي ودعمها لكل ما من شأنه الرقي بالأدب الحسني والعربي. بدوره ثمن رئيس المركز الدد محمد رمين السالك الدور الذي تقوم به الدولة سبيلا في خدمة الأدب. وقد شهدت الندوة مداخلات حول الملامح المشتركة بين الشعر الفصيح والحسني مؤكدة ضرورة الانشغال بدراسة والبحث في مظاهر التشابه بين الأدبين. نظمت نائب البرلماني النوها عمار عبدين سيدي مساء أمس مهرجانا جماهيريا لدعم ترشح رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية. حضر التظاهر العديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية حيث أكد المتدخلون خلال هذه المبادرة وقوفهم ودعمهم لترشح رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت للبلاد خلال السنوات الماضية. وقد أكد الأمين الفيدرالي لحزب الإنصاف بنواكشوط الغربية أن هذه التظاهرات تعتبر لبنة جديدة في سياسة دعم رئيس الجمهورية. أختار هون نحسكم على نقطتين والله ثلاثة. واحدة منهم اللي كان مسجل هون في نواكشوط نختاروه لا يتم مسجل هون إلى عاد ما هو لا يمشي شهر دشر أخرى ولا عاد لا يتحول شهر ماشي بشهر بعيد أخرى فترة الزرق نختاروه يسجل منظرك لعله صوته نخسروه. نحن فاصلين في الأصوات كاملة ولأننا قابلين على أن الناس تقول المنافسة ما هي قوية ومرشحنا قوي ومرشحنا لا ينجح ذاك ثابت يا غير نختار ونسبة المشاركة تكون مرتفعة جدا ويفوز سيد رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني بأنتو دو بارتيسيباسيون تريز إليفي. النقطة الأخرى نختار المثقفين من هذا الحزب على أنه يكشح عن وجهه ويدافع عن النظام ويدافع عن هذا الموحول فيه. من جهتها دعت النائب البرلماني رئيسة المبادرة الجميع إلى التسير على اللوائح الانتخابية لضمان فوز رئيس الجمهورية في الاستحقاقات القادمة. دوركم اللي طويل عمركم كاملين تسميكم نابع السجل فرصة لبقكم كامل براسة نعمكم في السجل كاملين ومدارس محافظة ودع معكم كاملين يقان دوركم تكفوا بلي ساعة لا يكبح وندوركم يطول اعماركم ان شاء الله كاملين تسجل ما بعد سجل تسجلوا وتعبوا وخر كامل الزيتون معكم ونحن منتصرين بكم ومعادي معكم الشاطه والحمله والزرق ويوم النصر الشاطه تفادنا هون الشاطه بنصر نصر 100% يعرضوا عنا حزب الانصاف حزب الانصاف هو الحزب القوي هون
والحزب اللي مع الضعفاء مع المساكين واللي مع جيت المغشوش تعالوا عند المغشوش تعرفوا مع الناس حتى خافي واللي مع من مشتر كان بلديات والنواب اللي يشتغلوا ليل نهار من الحزب اللي نصاب يشتغلوا لكم يستخدموا لا في مصالحكم. نظمت الحركة من أجل الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي مساء أمس بمقاطعة السبخة تظاهرة سياسية دعما لترشح رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني. وقد استعرض المنسق العام للحركة تشيرنو بارو أهداف هذه التظاهرة الهادفة إلى تثمين ما تحقق من إنجازات في مختلف مناحي الحياة وتأكيد حرصها على استكمال مسار التنمية والإصلاح. وقد أشاد المتدخلون خلال هذه التظاهرة بما تحقق من إنجازات مثمنين مضامين خطاب رئيس الجمهورية في ودان ونداء جول الذين أسس للقضاء على الفوارق الاجتماعية ومحاربة العنصرية وتثمين التنوع الثقافي الوطني. وقد أعرب الأمين التنفيذي لحزب الإنصاف بن وكشوط الغربية عن أهمية هذه التظاهرة الداعمة لخيار ترشح رئيس الجمهورية. هذه المبادرة تعطي ظرفية خاصة وتتميز لتاريخ سياسي بلدنا وهي نهاية مأمورية الرئاسية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ محمد الغزواني وتأتي في تنظيم انتخابات رئاسية للمأمورية الثانية 2024-2029 وتنظيم هذه المبادرة في مثل هذه الفترة هذه المرحلة لها دلالات ورمزية سياسية واضحة بالنسبة لنا. من جانبها أشاد منسق الحركة من أجل الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالجهود التي بذلت في سبيل تحقيق وطن جامع يجد فيه كل مواطن مكانته. بعد الانتخابات الرئاسية 2019 والأداء المتميز الذي قدمته إدارة حملة كان حامد بابا، بدأت مجموعة أساسية من إدارة حملة كان حامد بابا بإجراء تأمل شامل حول وضعية موريتانيا وآفاقها. أدى هذا التفكير إلى استنتاج مفاده إن أفضل طريقة للمشاركة في بناء هذا البلد هي أن نكون أداة تحقيق هدف التغيير هذا الذي نرنو إليه، ولا يمكن القيام بذلك بشكل فعال إلا من خلال مساعدة الدولة في إدارة البلاد. هذا التجمع اليوم يهدف قبل كل شيء إلى الاحتفال بهذا الحدث. وضع رئيس الجمهورية خلال خطاب تاريخي بوادان أسس دولة القانون على أساس أولوية العدالة الاجتماعية، وجاء نداء جول بمثابة التزام تجاه موريتانيا غنية بالتنوع الثقافي. نحن ندعم رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في هذا الاتجاه، وعلى استعداد تام لتقديم مساهمتنا. عقد المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والحكامة الرشيدة مساء أمس بمقره بمقاطعة تفرقزينة نقطة صحفية وذلك بحضور أعضائه. وقد أكد رئيس المرصد الخليل والخير في بيان صادر عن المرصد أنه يتابع مختلف مراحل المسار الانتخابي الحالي. دعا رئيس المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والحكامة الرشيدة شركاء العملية الانتخابية للمزيد من العمل الجاد لشن انتخابات شفافة ونزيهة وسليمة، معربا عن استعداد المرصد للتعاون مع الجميع من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم. عرف قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا شمل استصلاح مساحات زراعية واسعة ودعم المنتوج الزراعي المحلي لتحقيق الاكتفاء الغذائي. الملف التالي يستعرض جوانب من النجاحات التي حققها قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة. يعد قطاع الزراعة من القطاعات الإنتاجية الكبرى ذات الأولوية لتأثيره على خلق الثروة وفرص العمل وتجسيد الطموحات الوطنية في مجال السيادة والأمن الغذائي. ولتنمية هذا القطاع اعتمدت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية مقاربة تقوم على تحسين ظروف الإنتاج والزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وقد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني شخصيا وانطلاقا من ضرورات الاعتماد على الذات والاستغلالية الغذائية في ظل الأزمات الدولية المتتالية في المجال على إعطاء القطاع الزراعي ما يستحق من أولوية وتصدر، خاصة في ظل وجود المقدرات الطبيعية والتربة الصالحة لتحقيق هذا المسعى وقطع الاعتماد على سلاسل التموين الخارجية المتعثرة جراء الأزمات المتتالية. وقد تجسد هذا الاهتمام الكبير بالقطاع في توالي تدشينات التوسعة في المساحات الزراعية الكبرى والتواصل المباشر مع المزارعين والاستماع منهم إلى أبرز العراقيل والمطبات التي تحول دون النهضة الزراعية المنشودة. وعلى ضوء هذا الاهتمام عرفت الزراعة المروية إنجاز الاستصلاحات الزراعية على مساحة تزيد على 6000 هكتار في ترارزة وغورغول وجيديماغا، إضافة إلى إعادة تأهيل وتنظيف عشرات المحاور المائية في روسو وانتيكان. وعلى صعيد فك العزلة تم بناء أكثر من 63 كيلومتر من الطرق الريفية وقنوات توزيع المياه، كما مكن بناء حاجز مبويو في بوغي وجسر نجوغودي في الكصيبة من فك العزلة عن 9 بلديات ريفية في البراكنة وغورغول، ووصلت عملية كهربة مناطق الإنتاج في ترارزة والبراكنة مراحلها النهائية. وتشهد السنة الحالية الانتهاء من الأشغال في استصلاح مساحة 1000 هكتار وانطلاق الأشغال في 2300 هكتار. اكتملت الأشغال فيها وتجري الدراسات لتهيئة مساحات واسعة مخصصة للتنويع الزراعي. من ناحية أخرى، سيتم استكمال الأشغال في 3300 هكتار من الأراضي الفيضية، وسيتواصل برنامج الصيانة والتنظيف للمحاور المائية الكبرى. وفي مجال الزراعة المطرية، أعطيت الأولوية للاستغلال الأمثل للموارد المائية، وفي هذا السياق تم بناء 20 سدا في الحوضين والعصابة وأدرار وتقانت وإنشيري، وأكثر من 1000 منشأة للتحكم في المياه السطحية، وتهيئة حوالي 3400 هكتار بالمنطقة الفيضية بالبراكنة، وتشييد 518 كيلومترا من السياج، وتوزيع 746 طنا من البذور التقليدية في الولايات الزراعية. وتستمر المكننة الزراعية باستلام عشرات الجرارات والعمل على اقتناء العشرات الأخرى. وستنتهي أشغال بناء 18 سدا وإطلاق الأشغال في 17 أخرى، كما سيتم إجراء الدراسات لإنشاء 34 سدا جديدا في المناطق الزراعية. ومن المقرر توزيع 800 طن من البذور التقليدية في هذه المناطق. وفي مجال زراعة الخضروات، تم استصلاح 126 هكتارا من مناطق الإنتاج الجماعي في البراكنة وغورغول وترارزة وأدرار وتقانت، وتوزيع 7 أطنان من البذور وأكثر من 19,000 طقم من المعدات. وفي هذه السنة ستتم تهيئة ما يقارب 700 هكتار لفائدة السكان المحليين، إضافة إلى توزيع بذور البسنة والحفر واقتناء معدات الزراعة في البيوت الدافئة وبناء وتجهيز غرف التبريد، إضافة إلى تلك الموجودة في روسو بسعة 1000 طن وبوغي بسعة 80 طنا. وفي مجال تنمية الواحات، تم بناء 71 بئرا و87 خزانا للمياه في الحوضين والعصابة وأدرار وتقانت، وزيادة سعة التخزين بوحدة تعبئة التمور في أطار من 500 إلى 1000 طن. وقد مكنت هذه الإنجازات المتنوعة وغيرها من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل اليوم إلى 89% من احتياجات الوطنية من الأرز مقابل 82% سنة 2019، وبلغت نسبة تغطية الحاجيات من الحبوب التقليدية إلى 40% مقارنة ب 35% عام 2019، ومن الخضروات 24% مقارنة ب 10% عام 2019. وفي مجال السياسات الاكتفاء الذاتي، تم إعادة تأهيل 3000 هكتار في مزرعة بوريه، واستصلاح مئات الهكتارات لزراعة الأرز في مزرعة الشيشية،
وحتى يكون الإنتاج الوطني أكثر تنافسية ستتواصل سياسة إعفاء التجهيزات ودعم المدخلات والجمركة المواد المستوردة وتشجيع الفاعلين الخصوصيين على تطوير البنية التحتية في مجالي الحفظ والصناعة الغذائية. هذه هي الصورة التقريبية لورشة عمل كبرى لم تعرف التوقف طيلة 5 سنوات مضت لتعزيز قدرة وتنافسية القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم قطاعات الإنتاج الوطنية، سواء تعلق الأمر بتشغيل اليد العاملة أو بتوفير الغذاء ودعم مرتكزات السياسة الغذائية الوطنية. مشاهدينا الكرام، الأنباء الدولية بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. عين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم محمد مخبر النائب الأول لرئيس مسؤولا عن السلطة التنفيذية لفترة 50 يوما قبل إجراء الانتخابات، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادثة تحطم مروحية. كما عين مجلس الوزراء الإيراني اليوم علي بقيري نائب وزير الخارجية قائما بأعمال الوزارة، وذلك بعد وفاة حسين أمير عبد الهيلان في حادث تحطم الطائرة المذكورة. وقد أعلنت جمهورية إيران حدادا وطنيا لمدة 5 أيام بعد وفاة المسؤولين الإيرانيين في حادث تحطم المروحية. وكانت المروحية قد تحطمت في منطقة شلفة الجبلية الصعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره مع نظيره الأذربيجاني لتدشين سد مشترك بين البلدين. أعلنت النيجر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك توصلهما إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، ويضمن الاتفاق حماية القوات الأمريكية حتى انسحابها، ويحدد إجراءات تسهيل دخول وخروج الأفراد الأمريكيين خلال عملية الانسحاب. كما أعرب البلدان عن التزامهما بحوار دبلوماسي مستمر لتحديد مستقبل علاقاتهما الثنائية. انتهى الاتفاق بعد طلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية سحب نحو 1000 جندي أمريكي من البلاد، وكانت النيجر شريكا الرئيسي للولايات المتحدة في حربها ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي حتى وقوع الانقلاب العام الماضي. مشاهدينا الكرام، ختام المسائية إلى العناوين. رئيس الجمهورية يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين في تحطم روحية في إيران. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي يتسلم رسالة من نظيره البرازيلي تتضمن دعوة للمشاركة في قمة مجموعة 20. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. بعد قليل أخبار الولايات، إلى اللقاء.